طبعا زي ما انتم عارفين يا جماعة احنا بنبني مستقبلنا في امريكا، وابتدينا نبني مستقبلنا عن طريق ان احنا اول حاجة اشتغلناها كان تقريبا بنوزع نابكن وبتاع. بس طبعا دلوقتي في تطور كبير جدا، احنا اجتهدنا، احنا في حاجات كتيرة جدا عملناها الفترة اللي فاتت، حاولنا كتير جدا ان احنا نوصل لجهودنا، نوصل للاداء اللي مطلوب عشان نقدر نعمل ابجريد لنفسنا، بحيث ان احنا نقدر نطلع من ناحيه النابكن ونتطور المكان اللي احنا بقينا فيه. ايوه يا حماصه جاي، ايوه جاي اهو، فحمه اهو. كل واحد لما بيتشهر وكده في الاخر بيحكي قصه حياته عن تجربته في الحياه وعن ايه الظروف الصعبه اللي مر بيها وكده. فانا قررت مش هحكي، انا دلوقتي اصلا ببني الموضوع ده. بنصور اهو، زي ما انتم شايفين دي حاجه اختراع جديد اخترعنا اسمه شيشة. واحد دلوقتي بنحكي قصة حياتنا، وهي قصة كفاح قبل ما تشتغل بيبقى عندك قصة، يقول لك انا اشتغلت في القهوة وانا مش عارف ايه. انا من عندي هنا قصة كفاحي مش هرويها لكم، انا هخليكم تشوفوها بعدين. بتشتغل حماصة. ما معنى كلمة حماصة؟ معناها تنزل شيشة وتغير فحم.